روحته على الحكمدارية ما لها عجبتني. اختي شو بدنا نساوي لنحمي حالنا اذا قر عليكي انك كنتي عنده؟ سهله فكرت فيها، خذوا له وحده من تحت وببيته. وأنا عم أقول لحالي ليش إجت شامية وهددت؟ إيه والله والله لا تورطك معي، عارفة أنا إيش كان قريت عليها. والله لتجيبك معها على حبل المجنة. خليني ساكت عليها وقول ما بعرفها أحسن شي.